Buongiorno a tutti, cari studenti. أهلا بكم أعزائي الطلاب. اليوم هنبدأ شرح جديد لوحدة جديدة وجزئية جديدة من الجراماتيكا، وهي فيربي أو إي فيربي ريفلسيفي كون الباساتو بروسيمو أو ني تيمبي كومبوستي. النهاردة هنبدأ شرح جزئية جديدة من الجراماتيكا، وهي شرح الأفعال المنعكسة في زمن الماضي تحديدا، أو الأزمنة المركبة بشكل عام. نبدأ مع بعض. طبعا أونيتا سي بعنوان كي نوميرو بورتي، مقاسك ايه، تمام. وطبعا في الوحدة دي او في الأونيتا بتاعتنا دي احنا اتكلمنا عن الديالوجو، وهنيجي لجزئية الجراماتيكا وهي اي فيربي ريفلسيفي كون الباساتو بروسيمو، الافعال المنعكسة في زمن الماضي المركب، وممكن تبقى عموما في الأزمنة المركبة. نبدأ مع بعض. تعالوا نفتكر مع بعض كده يا شباب، احنا خدنا ايه في الأونيتا اللي فاتت؟ احنا خدنا في أونيتا تشينكوي اي فيربي ريفلسيفي ال بريزنتي، الافعال المنعكسه في زمن المضارع. ونفتكر مع بعض يعني ايه فعل منعكس. لو نفتكر مع بعض، فعل منعكس بمعنى الكلمه باللغه العربيه، فعل منعكس يعني انا قمت بالفعل والفعل انعكس عليا. بمعنى ايه؟ لما انا اقول مثلا انا استيقظت من النوم، او انا استيقظ من النوم، هو مين اللي استيقظ؟ انا. حد طيب صحاني، ولا انا صحيت من تلقاء نفسي؟ يعني فعل منعكس، انا قمت بالفعل والفعل انعكس عليا، الفاعل والمفعول واحد، الفاعل والمفعول ايه؟ واحد. زي مثلا انا بسرح شعري، مين اللي بيسرح لي شعري؟ انا. انا بسرح لنفسي شعري. وقلنا الافعال المنعكسه في منها نوع تاني اسمه افعال منعكسه تبادلية، وهي إن الفعل ينعكس على أكتر من شخص. لما أقول مثلا باولو أما منى، منى أما باولو، تمام. باولو بيحب مثلا مونيكا، ومونيكا بتحب مين؟ باولو. الفعل هنا انعكس على باولو ومونيكا الاتنين في نفس الإيه؟ الوقت، تمام. عشان كده ممكن يبقى برضو نوع من أفعال المنعكسة بتاعتي، وهو اسمه فعل منعكس تبادلي، أفعال ريتشبروتشي. تمام، نفتكر مع بعض كده أونيتا تشينكو بتاعتي، وهي الأفعال المنعكسة قلنا 3 مجموعات. فعل مجموعة أولى بينتهي بمقطع اسمه أرسي، فعل مجموعة تانية بينتهي بمقطع اسمه إرسي، فعل مجموعة تالتة بينتهي بمقطع اسمه إيه؟ إرسي. وطبعا كالعادة بنشيل المقطع أرسي كله، زي ما كنت بعمل في المضارع العادي بشيل المقطع أري، هنا بشيل المقطع إيه؟ إرسي، زي ما بعمل في المضارع العادي بشيل المقطع إيري، وكذلك المقطع إرسي، وأبدأ أحط النهايات بتاعتي. طبعا مع إيه؟ وبحط النهاية أو في المجموعة الأولى، بعد كده إي، بعد كده آ، بعد كده المقطع يامو، مقطع آتي، المقطع أنو، ميز فيليو، تيز فيدي، سيز فيليا، تشيز فيليامو، فيز فيلياتي، سيز فيليانو. طبعا لازم الأفعال المنعكسة تكون مسبوقة بضمير الانعكاس اللي هو ايه؟ مي تي سي تشي في سي، مي تي سي تشي في سي. طيب تعالى نشوف فيرب ومجموعة تانية كده في زمن البريزنت، برضو بشيل مقطع ارسي وابدأ احط النهايات بتاعتي او واي واي، يامو ايتي اونو، مي ميتو، تي ميتي، سي ميتي، تشي ميتيامو، في ميتيتي، سي ميتونو. شوف فيربو مجموعة تالتة، المقطع يرسي هشيله وأبدأ أحط النهايات بتاعتي أو وإي وإي، يامو إيتي أونو، مي فيستو، تي فيستي، سي فيستي، تشي فيستيامو، في فيستيتي، سي فيستونو. تمام، ده كده كان شكل الفيربو الريفلسيفو على البريزنت، شكل الفعل المنعكس في زمن الإيه؟ المضارع. طب إيه الاختلاف في زمن الباساتو؟ نشوف مع بعض. Usiamo i verbi riflessivi quando il soggetto e l'oggetto sono gli stessi. دي اللي هي الجزئية بتاعت فيرب المضارع اللي احنا كنا لسه بنشرحها. Alessia و Chiara، Alessia e Chiara si incontrano in centro. Alessia و Chiara بيقابلوا بعض في وسط المدينة. Io e Dino ci vestiamo in colori nero nel concorso. أنا ودينو بنلبس نفس اللبس، تمام؟ الأسود في المسابقة. Le ragazzi si vedono in piazza verso le 5. الولاد أو البنات هيقابلوا بعض أو يشوفوا بعض في ميدان الساعة 5، تمام؟ دي كده أشكال للفعل المنعكس في زمن المضارع.
نشوف كده مع بعض تصريف الفيربو الباساتو بروسيمو. احنا طبعا هنا الفيربو الباساتو بروسيمو طبعا بما انه هو باساتو بروسيمو زمن مركب، يبقى انا المفروض بستخدم الفيربو افيري بلس البي بي او فيربو اسري بلس البي بي. طبعا هنا هو بستخدم المساعد اسري بس، وزيامو سولو لاوزيلياري اسري. يعني انا دلوقتي لما اجي اعمل جملة فيربو ريفلسيفو، جملة فعل منعكس في زمن الباساتو بروسيمو في زمن الماضي المركب، بستخدم فقط المساعد اسري. افيري هنا ملهوش وجود. طب حد يسألني ليه ما بنستخدمش المساعد افيري؟ انا بستخدم المساعد افيري لما يكون الجملة فيها مفعول صريح. يعني ايه؟ هقول ماريو امانجاتو لا بيتزا، ماريو امانجاتو لا بيتزا، ماريو امانجاتو البيشي، تمام؟ ماريو أكل البيتزا، ماريو أكل السمكة. هنا في مفعول مباشر وصريح واضح جدا. إنما دايما أنا بستخدم اللوزلياري إسري لو الجملة، لو الجملة بتاعتي ما فيهاش مفعول، لو الجملة بتاعتي ما فيهاش إيه؟ مفعول. وبما أن جملة الفعل المنعكس أو جملة الفعل المنعكس عندي ما فيهاش أصلا مفعول به، فأصبح المساعد بتاعي المناسب هو الفيربو إسري. الفيربو مين؟ إسري. أدي شكل جملة الفعل المنعكس. على سبيل المثال عندي فيربوس بيليارسي بمعنى يستيقظ، هبدأ طبعا أحط المساعد إستر بتاعي مع إيه، أحط سونو مع تو سي مع لوي بلاي مع نوي سيامو مع فوي سييتي مع لورو سونو. طبعا بعمل البارتيشيبيو باساتو بتاعي، البي بي بتاعي. طبعا لو عندي الفيرب مجموعة أولى بشيل المقطع آري وبعوض عنها بآتو زي ما أنا عامل كده في الإيزامبيو بتاعي سفيلياتو، تمام؟ ولو مجموعة تانية بشيل المقطع إيري بيبقى النهاية بتاعته أوتو، والمقطع المجموعة التالتة بتاعتي لو الفيرب بينتهي بالمقطع إيري بشيل النهاية إيري وأعوض عنها بإيتو. طبعا ده فيرب مجموعة أولى فأنا بستخدم النهاية بتاعتي إيه؟ آتو طبعا. يبقى هقول إيه؟ سونو سفيلياتو. او طبعا بقى لازم احط ضمير الانعكاس بتاعي مي، يبقى الشكل بتاعي كده مي سونو سفيلياتو، مي سونو سفيلياتا. طبعا ما ننساش طبعا لاكورد التبعيه، التبعيه دي لازم تيجي طبعا مع مين؟ مع لوزلياري مين؟ اسري. فلو اللي بيتكلم يعني ماسكيلي مفرد مذكر هقول ايه؟ مي سونو سفيلياتو. طب واللي بيتكلم لو ها سنجولاري فيمينيلي مفرد مؤنث هقول ايه؟ مي سونو سفيلياتا. تي سي سفيلياتو، تي سي سفيلياتا، سي سفيلياتو، سي سفيلياتا. طبعا الضمير اي والضمير تو والضمير لوي ولي دايما البي بي بتاعهم بيكون حالة مفرد مذكر او مفرد ايه؟ مؤنث. طب نيجي بقى للضمير نوي وفوي ولورو، برضو ما ننساش اللاكارد معاهم، التبعية بتاعتهم بتبقى تبعيها جمع مذكر او جمع مؤنث. Ci siamo svegliati. Ci siamo svegliate. Vi siete svegliati. Vi siete svegliate. Si sono svegliati. Si sono svegliati. تمام؟ يبقى عندي كده إذا جملة الفعل المنعكس al passato prossimo في زمن الماضي المركب أو في الأزمنة المركبة عامة. أنا بستخدم تاني أهو بعيد الكلام، بستخدم المساعد مين؟ المساعد إسري. وما انساش التبعية. اللي بيتكلم مفرد مذكر يبقى التبعية بالأو، مفرد مؤنث التبعية بالأ، أو جمع مذكر بالإي، جمع مؤنث بالإي. ومنساش ضمير الانعكاس مي تي سي تشي في سي، مي مع إيو، تي مع تو، سي مع لوي ولي، تشي مع نوي، في مع فوي، سي مع لورو. شو كده المجموعة الثانية عندي فيرب اسمه فيدرسي. Mi sono visto, ti sei visto, si è visto, ci siamo visti, vi siete viste, si sono viste. واحد يجي يقول لي طيب حضرتك قلت لنا ان الفيرب لما مجموعه اولى البي بي بتاعه بشيل مقطع اري بيبقى اتو، لو مجموعه ثانيه اوتو، مجموعه ثالثه ايتو، بس ان هو ما فيش ولا اتو ولا ايتو ولا اوتو ولا اوتو ولا اي، ان ده بي بي irregolare. البارتيشيبيو باساتو هنا عندي irregolare يحفظ زي ما هو كده، تمام؟ يعني البي بي بتاع مثلا
scrivere, scritto, vedere, visto, fare, fatto. في بعض مجموعه الافعال الparticipio passato بتاعهم بيبقى verbi irregolari زي ما احنا شايفين كده. Mi sono visto, ti sei visto او vista, si è visto او vista, ci siamo visti او viste, vi siete visti او viste, si sono visti او viste. شوف الverbo مجموعة تالتة. على سبيل المثال زي verbo vestirsi بمعنى ايه vestirsi؟ يرتدي. Mi sono vestito ده verbo regolare عادي خالص. Mi sono vestito او vestita لو بنتكلم femminile. Ti sei vestito او vestita. Si è vestito او vestita. Ci siamo vestiti او vestite. Vi siete vestiti او vestite. Si sono vestite او vestite. تمام؟ طيب esempi. لما اجي اقول مثلا io mi sono svegliato alle 6 di mattina. انا استيقظت في السادسة صباحا. هنا اللي بيتكلم ها maschile او femminile؟ طبعا maschile singolare maschile. عرفت منين ان ها الparticipio passato عندي انتهى بحرف الاو. io mi sono svegliata alle 6 di mattina. اللي بيتكلم هنا مين؟ ها singolare femminile. عرفت منين الparticipio passato عندي انتهى بحرف الأ. Paolo, virgola, ti sei divertito alla festa di ieri? Paolo, ti sei divertito alla festa di ieri? Giulia, ora, virgola, تمام؟ سو طبعا الضمير تو. Ti sei divertita alla festa di ieri? Giulia, ti sei divertita alla festa di ieri? Stefano, si è alzato presto due giorni fa. طبعا في جزئيه مهمه يعني لازم برضو نوضح عليها وناكد عليها اللي هي الكلمات الداله على زمن الباسات وبروسيمو. برضو هي نفس الكلمات الداله اللي انا بستخدمها في ايفيربي ريفليسيفي. طب ايه هم نفتكرهم مع بعض كده؟ ييري، افانتي ييري، تاماتينا، سكورسو، وباساتو، فا. طبعا سكورسو وباساتو فا لازم يجوا معاهم فترة زمنية زي ما احنا شايفين في الجملة هنا. فا جي قبلها ايه؟ ها دوي جورني فا. دوي جورني فترة زمنية يعني يومين. يبقى ستيفانو سي اي الزاتو بريستو دوي جورني فا. أليسيا سي اي الزاتا بريستو دوي جورني فا. المثال اللي بعده يو اي ماريو، يو اي ماريا ci siamo vestiti in nero. ها واضح هنا اللي بيتكلم بنتين. عرفت منين؟ ها من التبعية. لاكوردو البيبي هنا انتهى بحرف الـ A. Io e Maria ci siamo vestite in nero. Io e Carlo ci siamo vestiti in nero. طبعا هنا اللي بيتكلم ها بلورالي ماسكيلي جمع مذكر. عرفت منين؟ طبعا من التبعية. من الحاجات الأساسية والمهمة جدا اللي بيجي يسألني عنها في الامتحان في الأزمنة المركبة هي الأكورد وهي التبعية. فلما أجي أشتغل يا جماعة لازم أعرف كويس الفاعل بتاعي مين في الجملة. هل هو ماسكيلي مذكر ولا فيمينيلي مؤنث؟ بلورالي جمع ولا سينجولاري مفرد؟ تمام يا شباب. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أقول مثلا ستيفانو، ستيفانو ده مفرد مذكر. يبقى البيبي وأنا مغمض عينيا كده يبقى إيه؟ مفرد مذكر. طب أليسيا دي مفرد إيه؟ مؤنث. يبقى انا هاخد التبعيه بتاعتي مفرد ايه؟ مؤنث. طب ايو اي ماريا ها مفرد ولا جمع؟ لا طبعا جمع. طب جمع مذكر ولا مؤنث؟ بناء على الجمله اقدر احدد. طب هي ايو ممكن دي ما تبقاش واضحه؟ اه ممكن، بس في دلاله في الجمله هتقول لي ان اختار اذا كان الجمع بتاعي جمع مذكر ولا جمع مؤنث. ممكن الجمله يقول لي ايه؟ سونو دينا، اسم دينا. ايو اي ماريا نقط النيرو. يبقى انا عرفت هنا هو ان الجمله هنا جمع مؤنث. يبقى سونو دينا ايو اي ماريا تشي سيامو فيستيتي نيرو. لما كده يقول لي سونو باولو ايو اي دينا نقط ها النيرو تشي سيامو فيستيتي. طبعا هنا عندي هيبقى جمع مذكر ها
عشان عندي ايه؟ دينو. لما يكون عندي ولد وبنت اخد التبعية جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ لا طبعا جمع ايه؟ جمع مذكر. يبقى ايو اي كارلو تشي سيامو فيستيتي النيرو. تمام. راجاتسي فيرجولا في سيتي ريبوزاتي لا سيتيمانا سكورسا. راجاتسي في سيتي ريبوزاتي لا سيتيمانا سكورسا. طبعا هنا الجملة الأولى راجاتسي ورا فيرجولا بتساوي فوي، عشان كده أنا صرفت الفيربو مع الضمير مين؟ فوي. طبعا جامع مذكر التبعية بتاعتي ريبوزاتي انتهت بحرف الإي. راجاتسي فيرجولا في سيتي ريبوزاتي لا سيتيمانا سكورسا. طبعا هنا هو راجاتسي ورا فيرجولا بتساوي تو برضه جامع مؤنث، والتبعية بتاعتي جامع مؤنث. إزامبي اللي بعده. لي أميتشي دي دينو سي سونو إن كونتراتي أميلانو. لي أميتشي دي دينو أصدقاء مين؟ أصدقاء دينو. ما مش حاجة صرف على دينو. دايما الفاعل عندي المسبوق أو الاسم عندي المسبوق بحرف جر لا وجود له. يعني إيه؟ يعني لما أجي جملة في الامتحان زي الجملة بتاعتي دي أقول لي أميتشي دي دينو، أصرف على دينو ولا صرف على لي أميتشي؟ لا طبعا على لي أميتشي، لأن هنا دينو موقوع في الجملة أصبح مضاف إليه. أنا بقول أصدقاء دينو، يبقى الفاعل عندي مين؟ الأصدقاء. لي أميتشي دي دينو سي سونو أو سي سونو إن كونتراتي أميلانو. لي أميكي دي جوليا صديقات جوليا سي سونو إن كونتراتي أميلانو. التبعية يا جماعة، التبعية يا جماعة، بأكد على جملة التبعية حاجة مهمة جدا عندي. لي أميكي دي جوليا سي سونو إن كونتراتي أميلانو. نبدأ مع بعض نشوف بعض الجمل ونحلها سوا. يدرشيتسي شيليري لا ريسبوستا كوريتا. الأول لي راجاتسي لانو سكورسو. لي راجاتسي لانو سكورسو. ها سي سونو كونوشوتي سي سيتي كونوشوتي سي سونو كونوشوتي سي سونو كونوشوتي سي كونوسكونو. ها واحد طبعا مش عارف الكلمات الدالة بتاعتي اللي باروليه كيافي، هيقول لك لي راجاتسي دي تساوي لورو، فانا هختار سي كونوسكونو. لا طبعا هقول له غلط. ليه غلط؟ اول حاجة انا لازم وانا بشتغل على جملة الازمنة عندي اختار حاجتين، ابص الحاجتين، بارولا كيافي كلمة دالة، دي حاجة مهمة جدا، الجزئية التانية بتاعتي أحدد الفاعل. يبقى أنا وأنا شغال على الأزمنة عندي، تمام يا شباب، لازم أحدد جزئيتين، الكلمة الدالة دي رقم واحد، بعد كده أختار الفاعل بتاعي أو أحدد الفاعل بتاعي بناء عليها أختار الفيرب. طبعا من الكلمات الدالة عندي هنا على الباساتو لانو سكورسو. لانو سكورسو هنا بتدل على الماضي. طيب يبقى الأخيرة دي هستبعدها. طب أنا كده عندي ثلاث اختيارات. ها لي راجاتسي دي بتساوي لورو، طب الاختيار الاول ينفع؟ سي سيتي كونوشوتي دي كده اهوت متصرفه مع مين؟ متصرفه مع فوي. طيب سي سونو كونوشوتي ولا سي سونو كونوشوتي؟ انه اجابه؟ طبعا ها اللي مش هيعرف يختار هيروح يختار نمبر بي الثانيه. لا بس غلط، التبعيه، احنا عمال طول الحصه النهارده عمال اقول يا جماعه التبعيه، محدش ينسى التبعيه. الأزمنة المركبة أهم فيها حاجة التبعية، لاكوردو مهم جدا. يبقى لي راجاتسي سي سونو كونوشوتي لانو سكورسو، طبعا الإجابة عندي هتبقى التالتة طبعا، لي راجاتسي سي سونو كونوشوتي لانو سكورسو. ييري إيو تاردي. ييري io tardi. Ha. Mi sono svegliato. Ti sei svegliato. Si è svegliato. Ci siamo svegliati. L'igaba tibqa. Tabqa l'igaba tibqa l'ula. Ieri io mi sono svegliato. Tardi. Tab li bitkallim hena maschile wala femminile? Ha. Tabqa maschile. Tamam, arifti minin? Min attabaia. Yibqa ieri مي سونو سفيلياتو. طبعا هو مش هينفع يحط لي هنا مي سونو سفيلياتو ومي سونو سفيلياتا الا لو في اشاره يحدد لي اذا كان اللي بيتكلم ده ولد ولا بنت.
اتفقنا؟ نشوف المثال اللي بعده. جوليا لي نوستري كوليغي بير الكونكورسو. جوليا لي نوستري كوليغي بير الكونكورسو. ها الجملة دي، جملة دي كويسة جدا، جملة حلوة بجد. ها طبعا، ها اللي هيشوف القاعدة دي هيروح يقول جوليا فيرجولا، هيختار على طول تي سي بريباراتا بير الكونكورسو. لا طبعا، دايما الفاعل بتاعنا هو الأقرب للنقط. دايما الفاعل بتاعي لما اجي اختار فيربو وعايز اختاره صح واحدد الفاعل بتاعي صح، ابص على اقرب فاعل للنقط. انا بقول ايه؟ يا جوليا اصدقائنا، زمايلنا، يبقى مين الفاعل؟ لنوستري كوليجي، مش جوليا. لكن لو قالت جوليا فيرجولا ونقط على طول، كانت الاجابه في الحلقه دي هتبقى الثانيه، تي سي بريباراتا. لكن هو بيقول لي جوليا فيرجولا لنوستري كوليجي، ها ها سي سونو بريباراتي بير الكونكورسو. طبعا الاجابه بتاعتي هتبقى الجمله الثانيه، اي نوستري كوليجي سي سونو بريباراتي بير الكونكورسو. طبعا الاجابه عندي الجمله الثالثه. تمام. طيب ليه ما اخترناش الجمله الاولى سي سونو بريباراتي؟ لان عندي الفعل هنا جمع ايه؟ مؤنث. اي نوستري كوليجي سي سونو بريباراتي بير الكونكورسو. تمام يا شباب. المثال اللي بعده، راجاتسي فيرجولا دينو اي باولو al centro commerciale. راجاتسي فيرجولا دينو اي باولو al centro commerciale. الإجابة تبقى سي سونو فيستي، تي سي فيستو، سي سونو فيستي، في سيتي فيستي. الإجابة تبقى إيه؟ ها طبعا راجاتسي وراها كوما، هنروح نختار على طول في سيتي فيستي. لا طبعا، كنا لسه بنقول في المثال اللي قبله الفاعل بتاعي هو الاقرب للنقط، هو الاقرب للايه؟ للنقط. يعني اصرف على راجاتسي فيرجولا ولا على دينو اي باولو؟ لا طبعا الاقرب للنقط مين؟ دينو اي باولو. يبقى دينو اي باولو ها سي سونو فيستي al centro commerciale. يبقى راجاتسي فيرجولا دينو اي باولو سي سونو فيستي al centro commerciale. اتفقنا؟ يبقى الاجابه بتاعتي طبعا الاجابه الاولى. انا عمري ما هختار الاجابه الاخيره دي الا لو دينو باولو هنا مش موجوده، الفعل بتاعي دينو باولو مش موجود، وقال لي راجاتسي فيرجولا كوما، راجاتسي وفيرجولا ونقط على طول. يبقى راجاتسي في سيتي فيستي al centro commerciale، كده يبقى الاختيار بتاعي الاخير. لكن لما يقول لي راجاتسي فيرجولا دينو اي باولو لورو، يبقى سي سونو فيستي al centro commerciale. متفقين؟ طيب السؤال الخامس، دو جورني فا اليسيا اي انداتا على فيستا دي ماريا اي نوات ان بيانكو. دو جورني فا اليسيا اي انداتا على فيستا دي ماريا اي نوات ان بيانكو. ها مين الفاعل في الجملة؟ الجملة دي عايزة تفكير شوية. الفاعل هنا عندي مين؟ ها أليسيا. أليسيا راحت حفلة عيد ميلاد ماريا. نوات إن بيانكو. ها سي إي فيستيتو ولا سي فيستيتا ولا سي فيستي؟ طب اللي هيختار سي فيستي ده هيختارها بناء على إيه؟ هل زمن الجملة هنا إيه؟ أحدد زمن الجملة. دو جورني فا زمن الجملة هنا إيه؟ ماضي. زمن الجملة هنا إيه؟ ماضي. دو جورني فا، يبقى أستبعد أول إجابة أستبعدها هي سي فيستي. خلاص ماشي. طيب طب الاولى سي سونو فيستيتي دي معايا ولا مش معايا؟ الفاعل عندي مين؟ اليسيا مفرد، يبقى خلاص الجمله الاولى دي برضو مستبعده. سي سونو فيستيتي كده تعتبر جمع. طب وجمع ايه؟ جمع مؤنث. لا مش عايزه خالص. يبقى عندي الاختيارين الاحتمالين للصح او الاقرب للصح، الاختيار الثاني والثالث، سي اي فيستيتو ولا سي اي فيستيتا. لا طبعا الاجابه عندي هتبقى سي اي ها فيستيتا. دو جورني فا اليسيا اي انداتا على فيستا دي ماريا اي سي اي فيستيتا ان بيانكو. تمام. المثال اللي بعده، لا سيتيمانا سكورسا
Gli amici davanti al Duomo per fare spese. La settimana scorsa gli amici davanti al Duomo per fare spese. Vi siete incontrati? Si incontrano, si sono incontrate, si sono incontrati. لازم نحدد أول حاجة زمن الجملة. ها la settimana scorsa لي أميتشي، فين اللي هنا الدلالة اللي بتدل على الزمن؟ طبعا la settimana scorsa، أدي كلمة scorsa هيت واتسبقت بفترة زمنية. وناخد بالنا برضه يا جماعة، نفتكر مع بعض إن كلمة سكورسو، كلمة باساتو، من الكلمات اللي بتتغير نهايتها على حسب الفترة الزمنية اللي جاية معاها. يعني إيه؟ يعني كلمة settimana هنا مفرد مؤنث، يبقى اقول لا سيتيمانا سكورسا. طب لو كان قال لي الميزي كنت هقول الميزي سكورسو. اتفقنا؟ نفس الفكره، لا سيتيمانا باساتا، الميزي باساتو. متفقين؟ يبقى لا سيتيمانا سكورسا لي اميتشي دافانتي al duomo per fare spese. ها الاجابه الاولى في سيتي انكونتراتي تنفع؟ لا طبعا ما تنفعش. ليه؟ في سيتي انكونتراتي هنا متصرفه مع مين؟ متصرفه مع الضمير فوي. يبقى لي اميتشي في سيتي انكونتراتي؟ لا. لكن لو قال لي اميتشي وراها فيرجولا كانت الاجابه الاولى تمشي صح. اميتشي في سيتي انكونتراتي دافانتي al duomo per fare spese. طيب لي اميتشي سي انكونترانو تنفع؟ اه تنفع. تختارها؟ لا. ليه؟ لان انا عندي كلمه ايه؟ لا سيتيمانا سكورس. تعرف لو كان قال لي اوني جورنو كل يوم لي اميتشي دافانتي al duomo per fare spese كنت اخترت سي انكونترانو. لو كان قال لي دي سوليتو سيمبري لي اميتشي سي انكونترانو، كلمات بتدل على البريزنتي، في الحاله دي كنت اخترت الاختيار الثاني سي انكونترانو. طيب سي سونو انكونتراتي هل تنفع؟ اه تنفع، بس لو كان عندي الفعل اللي هنا جمع ايه؟ مؤنث. لو كان قال لي لي اميكي، لو كان قال لي ماريا اي جوليا سي سونو انكونتراتي دافانتي al duomo per fare spese. انما الاجابه هي الصحيحه وهي اللي لازم اختارها فعلا، هي الاجابه الاخيره. لا سيتيمانا سكورسا لي اميتشي سي سونو انكونتراتي دافانتي al duomo per fare spese. طيب تعالوا كده يا شباب نفتكر مع بعض الملخص بتاعي او الأونيتا بتاعتي بتتكلم عن ايه النهارده؟ بتتكلم عن اي فيربي ريفلسيفي، افعال منعكسه، الباساتو بروسيمو او كون الباساتو بروسيمو. الافعال المنعكسه عندي دي قلنا ايه؟ قلنا ان عندي في في الازمنه المركبه بتتكون من فيربو اسري بيو البارتيشيبيو باساتو بالاضافه الى ايه؟ ها؟ بالظبط كده البي بي. زي احنا قلنا فيربو استر بيتكون من ايه؟ استر عباره عن سونو سي ايه؟ سيامو سيتي سونو. والبي بي بتاعي اي فيربو بينتهي بالمقطع اتو او اوتو او ايتو، او لو البي بي بتاعي بي بي الريجولاري زي ما احنا شفنا كده الفيربو فيديري حولته لايه؟ او فيديرسي حولته لايه؟ لفيستو. تمام؟ وما انساش ضمير الانعكاس مي تي سي تشي في سي. يعني انا دلوقتي الافعال المنعكسه عندي نيتين بكومبوستي في الازمنه المركبه بستخدم معاها لوزيلياري اسري. لوزيلياري ايه؟ اسري بيو بالاضافه الى البارتيشيبيو باساتو، بالاضافه الى الايه؟ البارتيشيبيو باساتو بتاعي. تمام؟ الكلمات الداله على الفعل المنعكس الباساتو ييري، افانتي ييري، ستاماتينا، سكورسو، باساتو، فا. سكورسو وباساتو ايه؟ وفا. ولازم سكورسو وباساتو فا يجي معاهم فتره زمنيه، فا تسبق بفتره زمنيه. تمام؟ طيب وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. يا رب تكونوا فعلا استفدتوا، وضروري جدا احفظ يا شباب الكلمات الداله، واذاكر كويس جدا ايفيربي الريجولاري واقدر احدد الفاعل بتاعي ازاي. تمام؟ عشان أقدر أختار إجابة صحيحة. شكرا جدا، كان معكم سينيور رفيق أحمد. شكرا وبالتوفيق.